السلام عليكم. بزاف الناس ما كيعرفوش يطفيو السيرو ديال الفيتون ديال الكليوكات. اليوم جيت نعطيكم الطريقه باش تطفيوه، يعني بلا ما تحتاجوا تمشيو عند الدياغنوستيك. كتجي كدير الكارطه ديالك، الطوموبيله خاصها تكون ساكته، ما تكونش امارش، تكون ساكته. كتجي لهاد الكوموند هذا ديال سوي كلاس، كدوز بهادي، ها هي هاد البوطون هادي، كدوز بها كتوصل لهاد الاوتونومي دو ريفيزيون. هادي هي ديال الفيدونج، هي اللي فيها السيرو ديال الفيدونج. كتشد هاد البوطون هذاك، ترجع عليه، كتخمرك عليه، كيطلع لك هاد الفيدونج دون، يعني شحال بغيتي ديال سميتو. كتعاود تحيد يدك على هاد البوطون هذا وكتعاود تورك عليه. بحال هكا هي دارت 10000، صافي. هو السيرو ديالنا طفى الطوموبيل. دابا نديمارو الطوموبيل، صافي عادي، ما بقاش طالع فيها السيرو ديالها. بحال هكا الطريقة باش تقدر تطفي السيرو ديال الفيدونج، والطريقة جد سهلة. و كاين يعني كاين بزاف الناس ما عارفينهاش. ها هي المعلومة وصلتكم.